تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي بعد غد الأحد بذكرى ميلاد الأميرة لالة مريم، واللي كتشكل مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الموصول للأميرة في دعم مختلف الأعمال والمبادرات ذات الصبغة الاجتماعية والخيرية. وكتحرص الأميرة من منطلق الإيمان بأن الأطفال يجسدون أمل ومستقبل البلاد على إيلاء أهمية خاصة لقضايا الطفولة، بحيث يظل اسم الأميرة لالة مريم مقترنا بالمشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي، لا سيما ما يتعلق بتحسين ظروف عيش النساء والأطفال. الأميرة أبانت عن دينامية وفعالية في جميع المهام التي أسندت إليها، سواء على رأس مصالح الأعمال الاجتماعية للقوة المسلحة الملكية أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو المرصد الوطني لحقوق الطفل، وكذا الجمعية المغربية لدعم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة. وإلى جانب هذه المسؤوليات، أبت الأميرة كل سنة على رعاية أنشطة ذات طابع اجتماعي أو إنساني كالحملة الوطنية للتلقيح، وهي الحملة الواسعة التي اتخذت بعدا مغاربيا إلى جانب انخراطها الفاعل في جهود مكافحة استغلال الأطفال لا سيما الفتيات، وكذا في مجال تمدرس هذه الشريحة من المجتمع. وحظيت جهود الأميرة بتقدير واعتراف العديد من الجهات العالمية، بحيث منحتها اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة، وهي الجائزة التي تمنح سنويا لشخصيات مرموقة من عوالم السياسة والثقافة والفن. وتميزت السنة منصرمة بأنشطة مكثفة لا سيما في المجالات الثقافية والاجتماعية، وكذا مثلت الأميرة لالة مريم في 31 أكتوبر 2017 الملك محمد السادس في أشغال منتدى القادمة المنظمة في إطار الدورة 39 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو بمقر المنظمة بباريس تحت شعار أهداف التنمية المستدامة ودور اليونسكو في نظام متعدد الأطراف. والأكيد أن الاحتفال بذكرى ميلاد الأميرة لالة مريم يشكل بالنسبة للشعب المغربي مناسبة للوقوف عند أبرز المحطات التي تعكس انخراط الأميرة الفعلي في مختلف القضايا ذات البعدين الاجتماعي والثقافي.